ما كتعرفوهم، لعب الحي المحمدي من لعبه غنيه للتعريف، لعبوا فيه لاعبين كبار واللي كان تحت القياده ديال الايقونه ديال هذه المنطقه اللي هو سي محمد مصران. الملعب الحي المحمدي لعبوا فيه لعبه كبار، كانوا كاين اللي استمر في واحد المستوى وكاين اللي ما 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 كانش ما حلفوش الحظ، امثال جليل شطرطر من هذا المنبر الله يرحمه ويوسع عليه، امثال عبد الله، الحاج شاكير، الورقي، سي احمد فوناكا، عباس سينما، ميم، حتى تيران مصران اللي كان معهود هنا كان تيضم لاعبين كبار وفرق كبار اللي كانوا تينافسوا على البطوله الرمضانيه، كان تيزخ بلاعبين كبار اللي تقريبا واحد النسبه كبيره ديالهم مشاو لفرق وطنيه ومشاو نقدر نقول لك حتى السي احمد المريت فلعب في تيران مصران ومن تماك داز المنتخب الوطني، يعني تدرج لعب في حال هاد الفرق هادو. هذه نقطة غادي نشير لها، لأنه اللاعب كيدوز من بحال هاد المراحل هادو هي اللي كتعطي الانطلاقة أنه يوصل لواحد المراتب عليا في كرة القدم. نقدر نضيف لاعبين أخرين، الأخوين ديالي اللي هو مصطفى الهردومي، عبد القادر الهردومي، السي الحسن السكاري اللي لعب مع النادي المكناسي، وإلا جيت نعاود لك غادي القائمة طويلة لعبات هنا. فأشبه الحي المحمدي كان عنده مشروع قديم، هو حديث العهد، ولكن كان عنده مشروع ديال الصعود للقسم الوطني الثاني ممتاز، هو ممتاز. هذا العام عندنا تركيبه بشريه اللي تضم لاعبين تقريبا واحد اللاعبين، حيت عارف القانون انه عندنا الحق في 4 لاعبين يكونوا ذوي خبره من لاج ديال 23 سنه فما فوق، وعندنا لاعبين شباب اللي تحت من 23 سنه. فالحمد لله انا جد فخور انني عندي لاعبين اللي كيف ما كنقولوا ان جروب سودي اوموجين، دراوش باغين عندهم طموح باغين يوصلوا في كره القدم. هذا العام هذا كنا كنتمنوا اننا نطمحوا نفوزوا، ولكن الامل باقي عندنا، لانه المباراه كيف ما شفتي المباراه الاخيره ضد فريق نجم مراكش كانت مباراه شويه صعيبه علينا، لانه علاش دارت بكواليسها بواحد الطريقه اللي غريبه شويه ما عمرني تعودت عليها. هذه فتره دوزتها، لانه انا يلاه في بدايه المسار التدريبي ديالي اول مره كنشوف بحال هذه المسائل هذه، ولكن انا حتى الان انا تنتعلم باقي كنتعلم. المباراه كنا كنتمناو انها تكون طبق كروي وتكون مباراه تسر الناظرين، ولكن الجمهور ما كانش، يعني تحبس علينا الجمهور، تحبس علينا بزاف د الحوايج، ما قدرناش اننا نستمتعوا بالمباراه. كان عندي تعقيب واحد في جميع المنابر الاعلاميه، كنت كنهضر على تعقيب واحد، شخص واحد كان في المباراه مهم، شخص مهم في المباراه اللي هو اللي خسر لنا المباراه ديالنا وخسر لنا العمل ديالنا اللي كنا تنطمحوا به اننا نمشيو به حتى لاخر الرمق في البطوله، اللي هو حكم المباراه اللي كان تيبان لي انه كان دون المستوى في هذيك المباراه. كنا تنطالبوا العصبه في شخص جهه كيف ما كنقولوا جهه ديال التحكيم انها تعين حكم وطني لهذه القمه ما بين جوج الفروق اللي تعتاليو الصداره، يعني كانت بيناتنا واحد الفرق ديال النقطة. كنا كنتمناو أنها تصيفطنا حكم وطني اللي يدير هذيك المقابلة اللي كانت مقابلة ديال الفصل ما بين جوج الفروق اللي تيطمحوا أنهم يصعدوا القسم الثاني هوات، ولكن ما تلباش الطلب. فالمباراة دازت بظروفها،
تنقول مبروك لسميتو فريق نجم مراكش، واخا ما عرفناش اشنو ما القرار النهائي ديال 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 العصبه في المباراه. تنقول لهم مبروك ليهم، وتنقول للدراري الله يسر لهم في محسن، والله يجيب لهم شي حاجه تكون احسن من هذا المستوى، لانهم يستاهلوا. راه لاعبين تيشهدوا لهم الناس هنا في هذه المنطقه بانهم لاعبين جيدين ويقدروا يعطيو ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله.